ربنا عامل ايه، رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال. واخيرا رجعنا لشقتنا الحمد لله على سلامتنا. اول فيديو في الشقه بعد ما رجعنا على طول، قلنا نبتدي كده بفيديو خفيف يعني، من برضو انتم بتطلبوه كتير مع اننا عملناه، بس انتم مش عارف ليه بتطلبوه، بس قلنا لازم ننفذ رغباتكم يعني. بس انتم طلبتوه برضو ان احنا نعمل معاه البنين صح، وحبينا نعمله قدامكم طبعا عشان الشطه، انتم قلتوا فضوا قدامنا عشان ما بتصدقوش الكميه، فنفس الطبق عشان تعرفوا ان المره فاتت كانت الكميه مظبوطه. احنا جبنا 3 اكياس هما ماشي، وطبعا ده كم قطعه يا شيخ؟ 6 قطع بنين. 6 قطع كبيره، قطعة كده كبيرة كده. ده البانيه اللي كنت متبلاه ساعة المصرف اللي عايز الطريقة بتاعته، فرجعنا بيه عشان كل سمكة. انت بقى افتح الأكل دي. مع السلامة. ماشي. مش هكسره قوي يعني، نص كده. نص كده عشان ما اعرفش شكله في الفرن كده. ولا هو المكرونة. ما بحبش حاجة دي. أنا بقطعها عادي. المرة اللي فاتت كان 5 كانت مليانة، المرة اللي فاتت هفضي بقى فضي كله؟ بس مش هفضي الزيت، الشطة ده التوابل، الشطة الشطة كلها والله اهو قدام الكاميرا. انت قاعد تعيط؟ ما بحبش احط الشطة كلها والله، بس هحطها عشان ده تحدي ولازم يبقى طبعا صحيح. 3 اكياس لثلاث كيلو شطه فكده يبقى حوار. نفسنا نجيب اللي انت قلت عليه اللي هو النودلز، ولا اسمه ايه؟ نودلز الحاج كوري؟ اه نودلز كوري، اه مش لاقيه والله. مش لاقيينه. لو حد يعرف يبعته لنا هنعمله. من كل مره انسى الباسكت بتاعي. الباسكت بتاعي كل مره انسى اجيبه جنبي. حط افكار في الباسكت بتاعي. احنا بقى لينا طريقة في الاندومي ده بناكلها ما بنسويش على النار. حط البصل. كده انا ايه بحط المية، احنا بنعمله كده طول عمرنا. يعني مش بنختار حاجة جديدة. لا انا بعمل كده على طول. نحب ننقعه كده في المية. زود المية. تاني شو كمان تمام، بس ما هتنزل، بس فين قلب بقى وغطي ده. بس كده احنا سيبناه دقيقتين عشان خاطر يعني ما بنحبوش معجن، ان هو يتحط على النار بيتعجن. ما بحبش اللي هو ما بنحبش اللي هو المسلوق ده. كده بقى ايه هو بيضرب، تبقى بتفضل فيه الميه كده زي ما هو كده. في حد بياكل بالطريقه دي يقولوا لنا بقى، يعني احنا بس اللي كده ولا في حد زينا؟ لان اغلب الناس اللي بتاكل اندومي ونعرفها بيسووها على النار، بيستغربوا لما يشوفونا بنعمل كده. ابتدي انا قلقان لان المره فاتت تعبت. ماشي المره دي كمان معاه البانيه صعب، البانيه هيبقى اصعب. بسم الله. يلا بسم الله. سخن. انا برد بالبانيه. يعني انت ما شاء الله محمد ولاد بيحطوا الشطه كلها برد. بيحبوا حامي كده. بس طعم البانيه معاه جميل صدقيني. البانيه متبل برضه في الشطه. يعني مش ممكن. بس طعم حلو. تستنى بيه. نعم شاء الله. حاول البرادة. عندك متحور. مقام حلو. لا اندومي لحمة. أنا هكسب التحدي ده. وأنا هكسب إن شاء الله. الأكلة ده عجبني انسي. تفتكر أنا نسيت إيه؟
نسيت حاجة مهمة أوي. بيبسي؟ لا. نسيت أقول لهم ما تنسوش الواجب. كلمة تقول لماما ما تنسوش الواجب. دومي مع البنين جميل. صحيح. تحت صعب. شفت لما خلص جلد. شطة. مال الكوري ده يبقى عامل ازاي؟ انا بدك كده كوري؟ اكيد عينه ضيقة. هات من جيب لك هتخسري صح؟ باين واضح جدا واضح كمان ان انا هخسر انا وانت هنخسر صعب انا تعبت بس هحاول اكمل ما تحمر ما يرتع طول هنا احمر زين يبقى نمسع عبارة هو مش كمية كبيرة او بس الشطة انا حطيتها تلات اكياس انت اللي قلتي نحاول اكمل مش قادرة افتح انام الشطة قلبي مش مطمنة في الموضوع ده انا مش قادر برضه انسحبي بقى خلاص انسحب انت مش هنسحب الشطة ولا شبعتي؟ الشطة أنا مسابق يبقى أنا كسبان وش كده؟ المشكلة إن آخر شوية يبقوا كلهم شطة المشكلة مع الحزم متوصلين بالشطة أوي حاطين كتير أوي في الكيس لا آخر شوية دول حار جدا والله هو احنا لازم نخلص المرة؟ مكرونة أو شعرية الشطة نور احطيتها في البسكت اللي جنبك وانا كمان قد اشرب ميه بس وفتفت مش كده ده كمان حراق مش كده شبعت
هكتب ومش بعد الشطه دي هتعاقب اهبل يعني معلش تقولي الطريقه ومش الطريقه انا هكتب بس ابدع ازاي مش نروح انت غير والله العظيم تحدي صعب طبعا ليه؟ بتالي باين على الشن يعني عرفت ما بطلبه كتير ليه؟ عشان صعب التحدي ده اخسر ولا انسحب ولا لا؟ هو صعب البلع ليه؟ مش عارف انسحبي بقى انت بتنسحبيش ليه؟ ننسى ننسحب لا انت علانية او كده؟ شوفي البلد شو انت؟ من سحب؟ من سحب؟ لا مش قادر مش قادر شوفي البلد ماني فاضل لك قطعتين وحته صغيره مش عارف ازاي خسرت مش عارف ليه وقف معاك القطعتين دول الشطة اصلا متعبة الشطة تعبتني جدا وارهقتني توجع البطن تزرونا في العقاب مش قادر الشطة تعبتني عارفة تعبت بجد والله؟ الشطة تعبتني ولا بتنصر عشان معاكوا ايه انا عيني والله شكلك بتنصر عشان معاكوا مش عارفة مش قادر دلوقتي جماعتنا مع العقاب جايبوا العقاب لذيذ قوي النهارده ده لذيذ؟ ده لذيذ ده المشروب ده بيحبه قوي ولما بعمله له بيعرف ان انا عايزه منه حاجه ده مش تبع العقاب على فكرة دي اخد كوباية في الشمس على فكرة العقاب ده يخليني ان انا اركز بعد كده ان انا عاقبك عقوبات قوية طب ما تتعاقبني عقوبات قوية في اول ما نشرب بطيخ والله العظيم بطني اتقلبت منه ده حتة صغيرة ومرة واحدة حتة صغيرة طعمها وحش طب انا المفروض اعمل ايه بقى هختار كم مرة ده ليمون باللبن مش عايز طريقته تحط السكر في الخلاط تقطعه ثلاث ليمونات ثلاث ليمونات بتهزري عشان هيسألوني تلات ليمونات في الشبشب بيشربهم مع السكر مع الميه مع كوبايه لبن وضربهم في الخلاط واشربوا احلى عصير وده النسكافيه دي بيضه والله دي ليمونه بيضه حمرا بس الليمونه صغيره عشان الليمون غالي كيلو ليمون واحد وخمسين جنيه وده بصل بودره اللي هو كان عايز ياكلوني المره اللي فاتت ودي كوبايه فاتت عشان ان شاء الله لما البيضه تجيلي وهتقروا فيها عشان يعني انا هختار كم مره انا بس عايز اعرف بس انا سالتك السؤال ده اختار كم مره انت شايف ان انت المفروض تختار كم مره مره واحده نعم المفروض اختار مره واحده ما انت ساعد ما كنت كان ست حاجات خلتني اختار كم مره ثلاثة طيب ما دول خمسه دول خمسه يبقى اختار مره ثلاثة لا اتنين ثلاثة اتنين حلو لا ثلاثة اتنين حلو مش انت قومني الرجاله قومنا عشان مين ده كده هي بتتعاقب اكتر مني انت فاهمه غلط لا هو ده الصح لان الطبيعي ان انت تكسبني مش طبيعي ان انا اكسبك رمي طب انا انسحب مفيش شيء انت ما عندكش اراده انا قلت لك انسحب يا نهار اسود طب وربنا ماشي انا قلت لك انسحب قعدت تقولي لي انسحب قعدت تقولي لي انسحب لو تعبت انسحب تسمع كلامي احبطتيني تسمع كلامي احبطتيني انت عارف ان انا مش هنسحب
وانت جبت اخ. ماشي خليكم شاهدين عليها وربنا لو حد قال لي انت بتفتري عليها. حاضر ماشي اكسب المره دي اعمل اللي انت عايزه والله يبقى منافسه الارقام. ماشي اختار ثلاث مرات. حاضر ماشي اختار ثلاث مرات لابوك. ليه هتبقى شايف؟ هتبقى شايف؟ رقم واحد اختار رقم واحد اهو. استنى استنى هرتبهم. طب خلاص طب انت كده انت متعذبين والله. قول والله ما شايف. والله ما شايف والله سيبني بقى. انت مش هتمد ايدك انت هتقول انا عايز رقم كذا ماشي؟ طب انا عايز رقم كذا. هنعد من عندك ولا من عندي؟ من عندي. من عندك؟ من عندي واحد اه. ماشي. عايز رقم كام؟ رقم اثنين. انت فتحت على طول ليه؟ وربنا ما ينفع العقاب ده. من اول مرة. انا ما بحبش العقاب ده اصلا. خلينا من اول مرة ماشي؟ من اول مرة عشان نبقى متفقين، ما اعرفش ليه. حرام عليك يا وفاء. لا تجادل ولا تناقش يا اخي. والله مولع بالشطة والله لغاية دلوقتي. ماليش فيه. هذا لك اخسر. انا ما خسرتش انا انسحبت. انا انسحبت. حد قال لك انسحب. حلال عليك يا زميل. طب. هل قش وسمعني استدعي قش. غسلة. غسلة يا فاكر؟ اكل حتة منها. اكل حتة مش هاكلها كلها. اللي تقدر عليه. اللي اقدر عليه اهو. لا 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 ايه لا ايه خلاص دوت ماطي سناني قطمة قطمة ليمون قطمة ليمون دي ناشفة. درس ناشفة ما فيهاش مية يا عيني يا عيني هو الليمون لما بيبقى غالي مش مية ميته بتمشي خلاص؟ اه مش هي خلاص كده مرة جدا كان نص ساعة عشان تعرف ان انا مش مفترية لو مفترية كنت هكترها كلها بس عشان هيختار تاني حرام ربنا اختار رقم واحد من عندي انت شايف والله ما شايف والله شايف صح والله شايف والله ما شفت بذمتك والله ما شفت انت حلف ربنا اللي هيحاسب كده فاضل لك اخر مره صح؟ خلي نص عشان المره الجايه اختار يعني نشوف والله العظيم ما شفت يعني عشان بس ربنا عارف ان انا مظلوم في التحدي ده. انا هو مش شايف. والله مظلوم انت اللي انسحبت. والله ما شايف. طب. واحد من عندي. والله العظيم مش شايف طب اقسم بالله ما شايف حاجه اقسم بالله ما شايف حاجه اقسم بالله ما شايف حاجه اقسم بالله انا عشان دماغك انا عارف ان انت دماغك هتقول ان انا مش هختار رقم واحد مرتين انا عارف والله انا فاكر ده انا حافظك الكتاب مفتوح يا نفسي تاكل 10 سنين جواز فاهم والله العظيم اقسم بالله والنعمه دي ما شايف بس انا فعلا فكرت التفكير ده برضه مش هيختار نفس الرقم من فهمك انا مربيك على ايدي فرحان انت بالليمون كده انا حاسس ان انا انتصرت بس ايه ليمون في ليمون هرد بقى الليمون جوه اللي انا كاتبها ياه ده انا كده هنام مرتاح حاسس يعني في الاخر عاجبك بلوس خليتها عملت لي ليمون يلا مغفل انا مغفل طب والله انا ليك تحت والله العظيم ما كنتش انت محظوظ
محظوظ. تصدقي بالله العقاب الجاي هختار لك بقى شويه حاجات بقى من المطبخ واعمل لك برده نفس العقاب ده عشان انت قررتيه وانا كنت قايل لك ما تعملوش عشان العقاب ده صعب. بس حلو حلو. مش بتحبوه؟ اه بيحبوه. خلاص لو بتحبوه والله اكتبوا ان انا هعمله فيها وهجيب حاجات بقى اصعب من دي، شطه بقى وزرنيخ وبوتاجاز وجاز وحاجات. بصوا جامد. ماشي ماشي. وصلنا الفيديو ده 10 طرف لايك لو عجبكم ان شاء الله يكون عجبكم. واشتركوا في القناه مره تشوفونا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وشوفوا الحلقات اللي فاتت هتعجبكم. مع السلامه.